السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركة. فيديو اليوم عن أهم العبارات والكلمات المستخدمة في شهر رمضان باللغة الصينية. أنا نبيل الشاذلي، يلا نبتدي. كلمات وعبارات شائعة باللغة الصينية عن شهر رمضان المبارك. جاي يو، جاي يو، جاي يو، رمضان. لاما دان يو، لاما دان يو، لاما دان يو. ترجمة صوتية لرمضان. طبعا في اللغة الصينية في ترجمة المعنى زي جاي يو، وفي كمان الترجمة الصوتية للاسم نفسه، عشان كده عندنا رمضان يو. تي جاي، تي جاي، تي جاي، الصوم. سويامو، 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 ترجمة صوتية للصوم. وزي ما اتفقنا في الكلمة السابقة هي ترجمة الصوم كمعنى، أما بالنسبة لكلمة الصوم باللغة العربية وهي سويامو، وهي الصيام. رولي، 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 التقويم. إسلامي، إسلام لي، إسلام لي، التقويم الهجري، أو بالمعنى الحرفي للكلمة التقويم الإسلامي. إسلام الإسلامي، لي تقويم. رشو، 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 شروق الشمس. رلو، 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 غروب الشمس. تون رشو داو رلو، تون رشو داو رلو، تون رشو داو رلو، من شروق الشمس إلى غروبها. ودي طبعا بنستخدمها في التعبير عن مدة الصيام من وإلى. غو لان جين، غو لان جين، غو لان جين، وهي ترجمة صوتية للقرآن. يو دو غو لان جين، يو دو غو لان جين، يدو قولانجين، يقرأ القرآن. ودي جزء من التعبيرات المستخدمة في شعائر رمضان أو طقوس رمضان. سيانجر، 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 النبي. سيانجر محمد، سيانج محمد، سيانج محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده طبعا ترجمة صوتية لاسم محمد أو محمد، وده طبعا مع مراعاة كمان التشكيل للحروف لاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لكلمة سيانج واللي هي اتفقنا نبي، سينجنس، سينجنس، الجامع. إمامو، إمامو، إمامو،
الإمام، والإمام هي ترجمة صوتية لإمام الصلاة أو القائد الديني في الإسلام. عشان كده لو هنلاحظ هي إمامو. يصلي. تونتياو الدين، وهي الدين في العموم. تونتياو. أما عن الإسلام أو دين الإسلام فهو لي الترجمة الصوتية إسلانتياو. إسلانتياو. إسلانتياو الإسلام. ولو ملاحظين طبعا التقارب في الصوت إسلانتياو الإسلام. مسلم. مسلم. مسلم المسلمون. وطبعا مرة تانية هي ترجمة صوتية لاسم المسلمون مسلم، وبتتقارب مع مسلمون. تينيو. تينيو. تينيو هي الشهر الحرام. طبعا في الرمز الأول معناه في اللغة الصينية هو المحرم، أو خلينا نقول يعني مقنن أو ممنوع كمان. فطبعا كان في المدينة المحرمة في الصين كانت العاصمة القديمة، فهي نفس الرمز ونفس المعنى. الشهر الحرام أي أنه لي مكانة في يعني بين الشهور أو بين الناس في الناحية الدينية، علشان كده بيتم ترجمته أي تين يوه. تين يوه. جاي月是伊斯兰历第九个月。جاي月是伊斯兰历第九个月。رمضان هو الشهر التاسع في التقويم. طبعا الجملة طويلة شوية، لكن هي من أفضل العبارات اللي بتقدم اللغة، أو عفوا بتقدم رمضان لمتحدثي اللغة الصينية. جاييشي رمضان هو إسلامي التقويم الهجري أو التقويم الإسلامي دي تيوغ يو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي. شي أرغا يو جون 最盛盛者是二个月中最盛盛者十二个月中最盛盛者. وهي معناها أعظم شهر في الشهور الاثنى عشر، وهو كمان يعتبر من أهم العبارات اللي بتقدم أو بتشرح عن شهر رمضان. شأرجا يو معناها الشهور الاثنى عشر. شأرجا يو جون معناها هو من الشهور الاثنى عشر. سوي شن شن جر وهي تركيب كامل بيعبر عن التفضيل المطلق، زي مثلا the best أو the most في اللغة الإنجليزية يقابل في اللغة الصينية الشكل ده أو التركيب. مسلم 教从日出到日落，七点是不吃不喝的。 مسلم 教从日出到日落，七点是不吃不喝的。 مسلم 教从日出到日落，七点是不吃不喝的。
المسلمون لا يأكلون أو يشربون من شروق الشمس إلى مغربها. طبعا زي ما لاحظتوا من رشو دو رولو تيجينشي أثناء الوقت من شروق الشمس إلى مغربها شي بوشي بوخدا. ودي طبعا صيغة للتأكيد على الأفعال، يمكن احنا تكلمنا عنها في مرة سابقة في بوست الفيسبوك، انه من طرق التأكيد او اثبات جملة بشكل مؤكد هو ان احنا نستخدم شي، بعد كده بنستخدم د شي بوشي بوخدا، فدي جملة مؤكدة بتعبر عن أن المسلمون في رمضان لا يأكلوا ولا يشربوا في الوقت بين شروق الشمس لمغربها. مرة تانية، مسلمين تياو تون رشو دو رلو تي جيان شي بوشي بوخي دا. مسلمين تياو جيه جاي قي داو يو دو غو لان جين. مسلمين تياو جيه جاي قي داو يو دو غو لان جين. مسلمين تياو جيه جاي قي داو يو دو غو لان جين. المسلمون يصومون جيه جاي ويصلون قي داو ويقرؤون القرآن يو دو غو لان جين. إذن كمان زي ما استنتجنا هي واحدة من العبارات اللي بتقدم عادات المسلمين في شهر رمضان. مسلمين المسلمون تياو مسلمين تياو عفواً تيه جاي تي داو يو دو غو لان جين. إيجر中放矢来表达自我牺牲 هي طريقة للتعبير عن الالتزام وضبط النفس، يعني علشان نقدر نشرح أكتر عن الصيام وعن أهمية الصيام هنقول إيجر جون فانشي، يعني هذه الوسيلة لا بيعدا تعبر عن زو سيشن، واللي هي زو سيشن الالتزام وضبط النفس. يعني الالتزام وضبط النفس مترادفين تقريبا في اللغة العربية، وهما كمان نفس المعنى المقابل ل زو سيشن. So إيجر جون فانشي لا بيعو دا زو سيشن. جاي يو دي كايشي هو جيشو دو إيشي يو يا دي چو سيان وي جن. جاي يو دي كايشي هو جيشو دو إيشي يو يا دي چو سيان وي جن. 斋月的开始和结束都一心月牙的出现为准. يعني تعتمد بداية ونهاية شهر رمضان على رؤية القمر. فلو هنشرحها 斋月的开始和结束 أو 结束 هي تعتمد أو بداية ونهاية شهر رمضان. جايو هي رمضان، وطبعا علشان نعمل زي مضاف ومضاف إلي جايو دا كايشي هو جيشو، بداية ونهاية شهر رمضان دو إيشين كلاهما يعتمد يويا دا تشوسين، ويعتمد على رؤية القمر يويا دا تشوسين ويجن من أجل التحضير أو التجهيز لي. يعني بيعتمد التجهيز لشهر رمضان أو بداية التجهيز لشهر رمضان ونهايته على رؤية القمر. ممكن تكون طبعا الجملة طويلة شوية،
لكن أنا يعني بالإضافة للمستويات المتقدمة أو عفوا المستويات البسيطة، كمان بستهدف المستويات المتقدمة اللي تقدر إنها تشرح عن شهر رمضان إلى حد ما. فهنا بنستخدم 这月的开始和结束都以新月牙的出现为准。 斋月是一个神圣的月份。斋月是一个神圣的月份。斋月是一个神圣的月份。 رمضان هو شهر مبارك. 斋月是 رمضان هو 一个神圣的月份 هو شهر مبارك. طبعا لما يعني نتكلم أكثر عن القواعد في اللغة الصينية هنعرف إن الكلمات الكمية زي إيجا هي مهمة جدا في تركيب الجملة، فمش عايزة إنكم يعني تتلخبطوا. شريجا شنشن دا يوفن، لأن إحنا بنتكلم عن شهر واحد فلازم نستخدم الكلمة الكمية لشيء واحد. إيجا شنشن اللي هو شهر مبارك أو شهر مقدس، يوفن شهر. بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس، أتمنى يكون عجبكم وأفدكم. بتمنى لكم شهر سعيد إن شاء الله. أشوفكم على خير، زايدين.